ازيك؟ النهارده هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة في تعلم اللغة الإنجليزية، وهنتعلم مع بعض إنجليزي من الصفر. أنا اسمي أحمد حسن، وأنت بتتفرج على Learn Different Academy. لازم تفهم حاجة مهمة، أهم حاجة في تعلم اللغة الإنجليزية هو إنك أنت تمارسها وتبدأ تتكلمها وتستخدمها في حياتك اليومية. وعلشان تستخدم اللغة الإنجليزية في حياتك اليومية، أنت مش محتاج حد تتكلم معاه، أنت ممكن تتكلم مع نفسك، وانت مش محتاج اكتر من انك انت تتكلم مع نفسك انت بس. واحنا ان شاء الله هنا في القناة من خلال السلسلة دي هنحاول نوفر لك الطرق والادوات اللي تساعدك ان انت تتعلم اللغة الانجليزية من الصفر لوحدك. وفي اخر كل حالة هعرفك انت المفروض تعمل ايه بالظبط، فركز معايا خطوة بخطوة واتفرج على الفيديو للاخر عشان تقدر تستفيد. في بداية وقابلتك لاي حد وعايز تتكلم معاه انجليش، بتبدأ تديله التحية بتاعت الانجليش وهي هلو. هلو يعني اهلا، زي اهلا بتاعتنا في اللغة العربية. هلو هلو هلو. دورك؟ لما تلاقيني بقول لك دورك، فده معناه ان انا مستنيك تردد ورايا الكلمه علشان تعرف نطقها الصحيح وعلشان تستخدمها ولسانك ياخد عليها. وبعد ما بتقول له هلو بتبدا تعرفه بنفسك، فبتقول ماي نيم از احمد. ماي نيم از احمد. دورك؟ وبعد ما بتبدا تعرف لنفسك بيقوم منتظر منه ان هو كمان يعرفك بنفسه ويقول لك اسمه، فهو هيقول لك I am فلان، فمثلا ممكن يقول I am محمود، I am علي، وهكذا. فانت هترد عليه رد طبيعي جدا وتقول له انا تشرفت بمعرفتك، فهتقول له nice to meet you. دورك؟ فهو لو عايز يقول لك انا كمان تشرفت بمعرفتك هيقول لك nice to meet you too. دورك؟ هتيجي بقى دلوقتي الخطوة بتاعت انك تسأله هو منين. عشان تسأله هو منين بالانجلش هتقول له Where are you from? دورك؟ فهو تلقائي هيرد عليك ويقول لك I am from Egypt, I am from Saudi Arabia, I am from Alexandria, I am from Libya. أنا من أي مكان. فيقول لك I am from وبعدين اسم البلد بتاعته. وعلشان يسألك انت بقى منين، فبعد ما هيقول لك I am from Egypt هيقول لك and you. وممكن برضو يقول لك what about you. دورك؟ فانت بقى هيجي دورك انك تقول له I am from Egypt او I am from any other place. هتقول له بقى انا من المكان الفلاني، سواء كنت من مصر او كنت من اي بلد تانية. وده كان الجزء الاول من حلقه النهارده الخاص بالمحادثه، ازاي تعمل محادثه بينك وبين شخص بتقابله لاول مره. دلوقتي بقى هعلمك مجموعه كلمات مش كتير، حوالي 4 أو 5 كلمات بس، واعرفك معنى كل كلمه فيهم وازاي تستخدمها في جمله، وهقول لك على دورك اللي المفروض تعمله في الهوم ورك بتاعك في اخر الحلقه. اول كلمه معانا وهي كلمه afraid. هي ما اسمهاش afraid، اسمها afraid. دورك؟ وكلمة afraid دي معناها خايف، فلو عايز اقول انا خايف اقول I am afraid. دورك؟ تاني كلمة معانا وهي كلمة angry. دورك؟ وكلمة angry دي معناها غاضب، فانت لو مغضبان ومتنرفز ومتضايق قوي ومتعصب كده هتقول I'm angry. دورك؟ الكلمة اللي معانا بعد كده هي كلمة happy. فلو انت سعيد ومبسوط هتقول I am happy. دورك؟ والكلمة اللي بعد كده كلمة clever. كلمة clever معناها ذكي او ماهر او شخص ناصح كده، زي ما احنا بنقول باللغة الدارجة بتاعتنا. فلو عايز تقول ان انت شخص ذكي هتقول I'm clever. ولو عايز توصف حد مثلا بان هو ذكي هتقول He's clever. دورك؟ ده بالنسبة لو توصف ولد. انما لو توصف بنت بانها ذكية هتقول She's clever. دورك؟ اخر كلمه معانا وهي كلمه beautiful.
beautiful beautiful. دورك. وكلمة beautiful دي معناها جميل، فلو عايز تقول إن في بنت جميلة هتقول she is beautiful she is beautiful she is beautiful. دورك. ولو باصص للبنت دي قدامها وعايز تقول لها إن أنت جميلة هتقول لها you're beautiful you're beautiful you're beautiful you're beautiful. دورك. يبقى احنا كده النهاردة خدنا كلمة afraid ودي معناها خايف، وخدنا كلمة angry معناها غضبان أو متضايق، وفي كلمة beautiful معناها جميل أو جميلة، وفي كلمة clever أخدناها معناها ذكي أو ماهر، وخدنا كمان كلمة happy معناها سعيد. مطلوب منك بقى ان انت تاخد كل الكلمات اللي احنا اتعلمناها النهاردة، وتاخد المحادثة اللي احنا اتعلمناها النهاردة، وتحاول تحطهم في قصة من عندك. تبدأ مثلا تخترع قصة بينك وبين شخص خيالي مش موجود خالص، وتبدأ ان انت تسجل بصوتك المحادثة اللي بينك وبينه. قبل ما تسجل المحادثة دي لازم تكتبها في ورقة علشان تبقى منظم هتقول ايه بالضبط، وعلشان لو غلط تعرف تصلح لنفسك الاخطاء بتاعتك. وبعد ما تصلح الكلام ده عن طريق انك تكتبه في ورقة، تبدأ تقوله في تسجيل صوتي، وتسمع التسجيل ده مرة واثنين وثلاثة لحد ما تعرف انت غلطت في ايه. فطبعا بعد ما هتكون كررت ورايا في الفيديو وسمعت النطق الصحيح مني، وبرأت ان انت تكرره وتعمله انت كمان صح. وبالنسبة للكلمات، هتاخد الكلمات دي وتحطها في سياق قصة قصيرة من عندك، او هتبدأ توصف بها نفسك، لان احنا كل الحاجات اللي احنا اخدناها النهاردة هي عبارة عن صفات. سعيد، غضبان، ذكي، جميل. خد الحاجات دي كلها كده وابدأ اوصف بيها نفسك او اوصف بيها حد زي ما اتعلمنا في الفيديو بتاع النهاردة. وبس، مش عايز اطول عليك اكتر من كده. كان معاك احمد حسن من Learn Different Academy، واشوفك في الحلقة الجاية.